اليوم الفعالية عن اليوم العالمي للثامن من آذار، واليوم اللي نعبر فيه طبعاً نحن النساء على مشاركة المرأة في شتى المجالات، وخاصة هي المرأة الأم والطفلة، الأم وطبيبة والوزيرة ومربية أجيال وصانعة أجيال وبنت تدافع عن وطنها عن طريق العلم، ولا تقل أهمية على الرجل في مجتمعنا الفلسطيني. نطمح إلى المساواة طبعاً، وخاصة بالهدف الخامس اللي نص عليه طبعاً، الحمية المستدامة طبعاً بالمساواة بين الجنسين. إحنا اليوم طبعاً نربطه بالتكنولوجيا، نتمنى أن اليوم يكون حافل وكل عام نساءنا الفلسطينيات عمل فعاليات في اليوم العالمي للثامن من آذار هي تعزيز ثقة النساء في أنفسهم وتمكينهم اقتصاديا، وخاصة في الوضع اللي بيعيشه مجتمعنا الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة من خلال تجريع البطالة والفقر. احنا يد بيد بالوقوف مع نسائنا المهمشات الويلات لأسرهم، وخاصة في تمكين اقتصاديا لتحسين سبل العيش. مركزنا بقدم خدمات اللي هي التنمية التوعية المجتمعية من خلال عرض عمل ورش أعمال، طبعا معارض خاصة بإنتاج نسائنا وخاصة بالتنمية الاقتصادي، تنمية قدراتهم المهنية لتمكين الاقتصادية وتحسين سبل العيش، برامج الطفولة الخاصة بالأطفال والحضانات ومسلم التعليم للأطفال، التوعية المجتمعية لنساء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى مشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية.